خطوط خيوط هذه اللعبة، وبرأيك صراع الأجنحة الموجود اليوم داخل الدولة، من يعني لصالح من سيحسم؟ خليني قبل ما يعني نجاوبك على كل هذه المسائل نقول انه الجزائر هي دولة مؤسسات، وفي داخل هذه المؤسسات رجال وطنيون، وأن الشعب الجزائري لم ينصب حتى واحد، يعني ولا أحد نصبه الشعب الجزائري ليكون مسؤولا أخلاقيا عليه أو يملي عليه أو يقدم قراءات أو يتكلم بالنيابة عنه، لأنه الشعب الذي خرج إلى الشارع وتحدث حتى وإن طالب وإن عارض العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، إلا أنه قال أنه لا يثق في كل هذه الوجوه التي تتسلق اليوم وتقدم نفسها على أساس أنهم مسؤولون. بهذه الحالة أنت الذي تنطق باسم الشعب، أنت الذي تعرف ماذا يريد الشعب. مرسولون. هذا الموقف أنت تأتي وكأنك من كوكب آخر. أنت تعيش محمد العربي. سيد محمد العربي. أرجوك سيد عراج، سيد محمد العربي. بس نقطة نظام. وليس على العاطفة. سيد عراج لم يقاطعك سيد العربي. لا قاطعني. لا. قاطع سفيان جلالي. قاطع سفيان جلالي وأنا وقفته. لا يستحق المقاطعة. أرجوك. إذا كان هو لا ينطق بس لم يقل إنه ينطق باسم الشعب الجزائري. لا هو يتكلم. أسألك هل حضرتك فوضك أيضا؟ هل حضرتك فوضك الشعب الجزائري؟ لا لم يفوضني. لم يفوض أحدا. خلص كلنا أحرار فيما نقول. كلنا لا أحد. كل واحد هنا يقول رأيه. طبعا ولا أحد يملي علينا ما نقول أو لا نقول. لا أحد يملي علينا، كل واحد يقول رأيه، كل واحد رأيه محترم في هذا البرنامج. تفضل دكتور عراج. حبيت نقول أنني أكاديمي ونتكلم بالمنطق ونتكلم من الواقع الذي أعيشه وأحتك به وأراه. ليس من خلال الشعارات أو الإيديولوجيات التي توجه بعض الأطراف للتحدث والتسويق لأفكار مغلوطة. أنا لا أتكلم بخطاب العاطفة ولا أتكلم بالشعارات ولا أتكلم بالشعارات التي يتبناها. تتكلم بالأموال التي تملى بها جيوبكم. وراء هذا تتكلم. أنت عليك أن تعيد أن تدخل سنة أولى علوم سياسية. أمثالك الدكاترة هم هؤلاء الذين يمررون هذا يا سيد محمد العربي. لا لا يا سيد محمد العربي، لا يعني يا سيد محمد العربي أرجوك، لا هذا المكان لا تقبل وأنت حر، ولكن لا توجه له اتهاما بقبض رشوة أو باستلام أموال في هذا البرنامج. إما أن تعطي هذا الدليل أو أن تسمع رأيه باحترام. هذا مكان للحوار السياسي دائما. يا لا تتحدى احدا ارجوك استاذ. هذا مكان للحوار السياسي لا لتوجيه الاتهامات. لا اريد ان اسمع بقيه الفكره. لست مهتمه بهذا لا طبعا يخصني هذا برنامج. هذا برنامج سياسي. انت لا تملي علينا هنا. انا هنا ادير الحوار. انا هنا الحوار. ولا ترفع صوتك. انت ليست لديك الحوار. لا ترفع صوتك. انت ترفعين صوتك. انت لا انت ليس من حقك ان تتدخلي. من حقي ان أتدخل. نحن ندير. لا لا. أنت تديرين الحوار لكن لا تأخذي جنب معين. أنا يبدو أنك تأخذين جنب النظام الجزائري. أنا لا أخذ جنب النظام الجزائري، وعليك أن تسمع للحوار منذ بدايته وأن تفهم ما أقول سيد محمد. عندما تسمعين هذا الحوار المنطق. انتهى. عندما إذا كنت لا تريد أن تسمع أسئلتي وتسمع مداخلاتي فأنت لا. أنا أنهي هذا الحوار. هذا الحوار انتهى. مع السلامة. لا أنت مع السلامة. لا مع السلامة. شكرا لك. لا أقبل منك هذا الكلام. تقبل أو لا تقبل أنت حر. لا يجب أن تمثل مثلك. أنت لست جديرة بهذا المكان. أنت قبيحة. الإناث محمد العربي زيتوت كان هذا في البرنامج. عدنا مشاهدينا على